ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة حصري من قناتكم المفضلة فيروس كلاب القاهرة، جديد في جديد، ضرب نار. النهاردة فيديو جامد جدا، فيديو هيكون طويل بس هتستفاد منه كتير كتير. والفيديو ده مش حضرتك بس اللي هتستفاد منه، مش المربي عادي، مش الغاوي وخلاص، او اي حد بيربي كلاب، لا ده بالاخص كمان بعض الصلاة الدكاترة. مش عايز اقول معظم الصلاة الدكاترة، بس هنقول بعض الصلاة الدكاترة، لان النهاردة هنعمل عملية جراحية لكلب رط قدامك، وهتشوف كل حاجة بعينك، وهنخيط ازاي، وهنفتح ازاي، كل ده هتشوفه في الفيديو ده حصري بس، مش هتلاقيه في اي قناة تانية، لان طبعا اللي بيفهم بيريح. مش اي حد يعمل اي عملية، ومش اي حد، ومنصحش اي حد يعمل اللي انا بعمله، لان ده عن تجربة، مش اول مرة وخلاص، مش اللي انت هتشوفني وتعمل زي، لا ده عايزة خبرة فعلا، وعايزة جمودية قلب، وعايزة راجل فاهم بيعمل ايه، وبيتعلم ازاي، وبيتعود متعلم كذا مرة ازاي، ومتعود على كده ازاي. فيديو جميل جدا، يا ريت بعد اذنك تشير الفيديو ده بالاخص للناس كلها، لحبايبك واصدقائك والناس كلها، ويا ريت لو انت اول مرة تشوف النهاردة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نكمل الفيديو، يلا بينا. طبعا النهاردة هنعمل عملية جراحية قدام حضراتكم كل حاجة. النهاردة معانا كلبة رط زي ما انتم شايفين كده، تعال يلا قوم يلا، زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. كلبة دي كاميرا توضح، الكلبة عندها كيس دهني كبير بالصغير، كيس دهني كبير. شوفوا قد ايه يا جماعه الحجم، قد ايه، شوفوا الحجم قد ايه يا جماعه، حجم الكيس الدهني قد ايه. لازم ده يتشال، لازم ده يتشال، يتعمل له عمليه فتح ويتشال، مش اللي هو خراج، مش اللي هو يستوي ويطلع خراج ونصفيه، لا ده كيس دهني. كل ده هنفتحه ونخيط، وبعد ما نخيط لازم نشيل الكيس الدهني كويس ونحافظ على حياه الكلبه والكلام ده كله. طبعا الله اكبر، كلبه بسم الله ما شاء الله عليها، كلبه مستواها جميل جدا جدا. لسه جاي لنا حالا، يعني حالا النهارده طبعا ابتديت اللي انا اعمل عمليه دلوقتي، يعني الساعه النهارده الثلاث، حوالي الساعه دلوقتي 8:30 او 9 مساء، هي جايه لي من بعد الظهر او من بعد العصر. اضطريت ان انا ما اعملهاش الصبح، حبيت ان انا استنى خالص لما الدنيا تهدى معايا جوه في المزرعه والكلام ده كله، وفي نفس الوقت كانت الكلبه واكله، لان طبعا هبنج الكلبه والكلام ده كله. طبعا هقول لك على العلاجات كلها، كل حاجه ان شاء الله امر لا قدامك. الفيديو فعلا هيطول بس هتستفاد كتير جدا، لان اول مره في حياه اليوتيوب بتهيألي اول مره هتشوف في حياتك عمليه جراحيه، او في عيون اليوتيوب عمليه جراحيه بالنسبه للكلاب. ومش اي حد بيتهيألي يعمل عمليات الجراحيه دي، لازم تكون بالممارسه بس بقى عيب، لازم تكون بممارسه والكلام ده كله. طبعا ما انصحش اي مربي عادي او اي حد لسه مبتدئ يعمل اللي انا هعمله. طبعا كلبه الله اكبر تقيله، جسمها حلو، وربنا يبارك لصاحبها يا رب، يوسف. طبعا تحياتي ليك يا باشا، وان شاء الله امر لها دعواتكم بقى معانا، واحده واحده هنقول لكم التفاصيل ايه وهنعمل ايه الكلام ده كله. طبعا اول حاجه خالص بنجيب حاجه اسمها زيلا جيت، ده مخدر او بينج، تمام كده يا جماعه. بندي للكلبه كلبه زي الحجم ده، هنديها 2 سنتي في العضل، 2 سنتي في العضل، وكل شويه مع الوقت هندي سنتي في سنتي في سنتي، هي هتاخد لها بتاع 5 6 سنتي او ما يقارب 7 8 سنتي، تمام. كل شويه مع طول المده اللي احنا في الفتح والاستئصال، هي الكلبه هتبتدي تفوق. طبعا في الوقت ده انت بتدي سنتي في سنتي، انما في البدايه اصلا في الاول خالص هنديها 2 سنتي لحد ما تبتدي تنام وتبقى في الاستقانيس كده زي ما بيقولوا، ونبتدي نشتغل. لازم تلبس الكلبه كمامه، مهما كانت الكلبه طيبه مش طيبه، لازم تلبس الكلبه كمامه علشان ما تضمنش رد فعلها ايه، لان انت بتفتح جرح وبتستأصل جرح منها والكلام ده كله. طبعا يا جماعه دعواتكم معانا، معانا طبعا بتادين، معانا برمنجانات البوتاسيوم، معانا طبعا محلول رينجر، معانا الخرطوم بتاع خرطوم المحلول، تمام، معانا امريازول معقم اللي هو محلول، بحيث ان احنا ان شاء الله عمرنا معانا كانولا، معانا شاش، معانا مشرط طبي، معانا مقص،
تمام معانا الخيط الطبي برضو الكلام ده كله هيبقى قدامك ان شاء الله واحده واحده هنعرف دلوقتي. اول حاجه خالص بسحب من السلينا جيت زيلا جيت بسحب 2 سم بالسرنجه بس بقى طبعا سحبت 2 سم يا جماعه اهو وهديها في العضله بتاعه الكلب. طبعا الكلب يكون اقل واجب بقى لها 3 4 ساعات بشوكله او 5 ساعات بشوكله ولا شاربه ولا اي حاجه بحيث اللي انت تديها تمام هنديها اهو في العضله اهو بس بس بقى عجل. بس كل حاجه قدامك اهو يا جماعه شطر 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 شطر. طبعا بتحنن على الكلبه كده لان الكلبه طبعا مش بتاعتك يعني الكلبه غريبه عليك ولازم تتقبل منها العلاج لازم تتقبل هي العلاج والحاجات دي كلها لان داخله على عمليه وربنا طبعا يكون في عونها. وكيس الدون ده يا جماعه لازم تشال يعني لازم تشال لان كل مع الوقت كل ما هيكبر وهيعمل لها اعاقه في رجليها وتمام بيحمي الجسم ممكن يخلي الكلبه تموت. ليه؟ لان كيس الدهن ده بيسخن الجسم. طبعا يا جماعه جسمها طبعا شايلها طبعا ربنا يبارك لصاحبه يا رب لصاحبها طبعا يا رب فيها. زي ما احنا قلنا يا جماعه واحده واحده هنتعامل مع الكلبه بتفتح بالراحه هنعلمك ازاي تفتح وتستأصل الجزء اللي هو المفروض اللي هو يتشال اللي هو بتاع كيس الدهن ده تمام. وان شاء الله مرة دعواتكم معانا يا جماعه طبعا احنا هنثبت الفيديو على كده وهنوقف الفيديو على كده لحد ما هي تنام وبعد كده نرجع نصور من تاني تمام. طبعا يا جماعه رجعنا لكم من جديد طبعا بعد ما الكلبه نامت ال 2 سم ما حوقوش معاها اديتها 4 و6 و8 في الاول لحد ما بقت كده كمان ولسه فيها الدنيا فيها كلها تمام كده يا جماعه. معلش بقى البساط احمدي بقى انا قاعد بحيث ان هي طبعا عمليه جراحيه وفي نفس الوقت احنا عايزين نعرفكم الدنيا فيها تمام كده يا جماعه. طيب هل اكتفيت بكده برضو؟ لا ما اكتفيتش بال 8 سم ولسه طبعا هديها لو فقت معايا برضو تاني سنتي في سنتي بقى. انما احنا قلنا نديها 2 سم انما ال 2 سم طبعا هي عشان هي جسمها جامبو حجم الجامبو يعني ربنا يبارك لصاحب لصاحبها يا رب. هندي برضو حاجه اسمها بنج موضعي للجرح نفسه بقى اللي احنا هنفتحه. البنج ده من الصيدليه البشري انما البنج اللي هو الاولاني اللي هي زيلا جيت ده بنج بيطري او بيطري. ده البنج ده اسمه احمر والاخضر بالبلدي برضو كده ايه في الصيدليه البشري عباره عن انبوبتين كده هم مش اللي هو البنج الموضعي اللي هو اللي هو العادي. لا ده بيخضر الجرح خالص ما بيخليش برضو الحاجه اللي انت بتفتحها دي الحيوان يحس بيها خالص يعني برضو بيساعدك اكتر واكتر كمان. بدي نص الامبول اهو زي ما انتم شايفين كده يا جماعه بدي نص امبول او بدي مثلا سرنجه زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو طبعا هو علشان بيبقى بنج زيت بيبقى تقيل شويه تمام. بدي حوالين الجرح بقى اللي انا عايز افتحه بديه اهو حوالين الجرح اهو نفسه تمام كده يا جماعه اهو بدخل الجرح نفسه اهو اهو بفضي من هنا وبفضي الأمبول التاني برضو الناحية التانية. يبقى أنا كده بعمل عملية تخدير للجزء كله اللي أنا بشتغل بيه. طبعا زي ما قلت لحضراتكم البنج ده بيبقى تقيل شوية بتسحبه في السرنجة بيبقى تقيل شوية تمام.
بتستنى خالص، ما تستعجلش. ده برضو بيساعدني في مقاومة الجرح. تمام كده يا جماعة، خدنا السرنجة التانية بحطها في الجزء اهو التاني. طبعا انا كده بنكت الجرح اللي انا هفتحه ده خالص. ببتدي بقى افتح براحتي. طبعا يا جماعة بتبقى انت ايدك معقمة في الوقت ده، بتعقم ايدك وبتعقم الجرح اللي انت هتبتدي تفتحه. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة ببتدي اعقم الجرح داير ما يدور. تمام كده، تمام كده يا جماعة، بعقم بالبتادين وباجي برضو بالبرمنجانات البوتاسيوم. دي برمنجانات خام برضو بعقم. بس زي ما انتم شايفين كده يا جماعه ال 8 سنتي مش محوق معاها. ليه؟ لان هي كلبه الله اكبر حجمها كويس. تمام كده يا جماعه، وتتعامل زي ما قلت لكم بحرص لان هي عمليه بالسهله. بتعقم الجرح اهو. تمام كده عقمنا الجرح. وحاول اللي انت وانت بتعقم الجرح او بتعقم اللي انت هتفتحه، الجزء اللي انت هتفتحه، تكبر مكان التعقيم. يعني مش تعقم الجزء بس اللي هو هيتفتح، لا، تعقم بقية الجزء الكبير ده كله شوية. تمام كده يا جماعة اهو معايا طبعا المقص بتاعي وحاجة اسمها جفت. تمام، ومعايا طبعا المشرط. تمام كده يا جماعة، برضو هستنى على الكلبة برضو شوية كده تفوق، يعني اللي هي مش تفوق، اللي هي اسف، اللي هي برضو تاخد وتدي مع البنج اللي انا بديهولها، بحيث ان انا هبتدي افتح الدنيا بتاعتي. برضو ثواني وهنرجع مع بعضنا برضو، علشان مش هفتح كل حاجة وتبقى قدامكم، بس انا بحب اللي انا مش عايز اطول فيديو اكتر من اللازم، بحيث اللي هو يبقى لحد برضو اما انا هبتدي افتح برضو هرجع لحضراتكم. تمام كده يا جماعة. طبعا يا جماعة هنا رجعنا لكم تاني من جديد. قبل ما بفتح برضو تاني في هنا شوية شعر حوالين الجرح اللي انا هفتحه، ببتدي اللي انا اقصه. تمام، لان ده طبعا جرح هخيط، لازم انظم الشغل بتاعي. ما تستعجلش، وبقول لي برضو بناشد بعض صلاة دكاترة، ما تستعجلش اهو. طبعا يا جماعة دي من الممارسة اللي الواحد عيشها في حياة الكلاب، خلاص اعتاد بقى يعمل كل حاجة بنفسه. زي ما انتم شايفين الكلبة اهو لسه ما فتحتش، والكلبة لسه فيها الرمق اللي هي بتقاوح. دي كده يا جماعة دخلنا في الجد، اديت للكلبة برضو 3 سنتي، اصبح كده المفعول كله لحد هذه اللحظة 14 سنتي. تمام كده يا جماعة، هنبتدي بقى نشتغل في الجد. هنفتح الجرح او هنفتح الكيس الدهني ازاي. هنفتح كده يا جماعة، هنعمل بقى اهو. بصوا يا جماعة، عندي الدائر ما يدور ده. تمام، انا هقسم من النص اهو. تمام، هقسم من النص اهو كده،
بسم الله. تمام كده يا جماعة؟ زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه اهو، تمام. انا كده فتحت الجرح، تمام، وبوسع بايدي بقى من جوه الجرح هنا اهو، بحيث اللي انا عاوز. بس ده يا جماعة الكيس الدهني كله اهو، زي ما انتوا شايفين، ده الكيس الدهني كله اهو يا جماعة، زي ما انتوا شايفين. الحمد لله طلعناه كله، الحمد لله. حصري بس من قناتكم المفضلة فيروس كلاب القاهرة، أبو مصطفى مع حضراتكم. هو ده اللي بيفهم بيريح. طبعا يا جماعة دلوقتي احنا في مرحلة الخياطة زي ما انتوا شايفين، تمام. بنضم الجلد بقى على بعضه، وبندي غرزة جنب غرزة، غرزة جنب غرزة. طبعا الخيط ده خيط طبي، تمام، مش اللي هو الخيط اللي هو العادي. طبعا يا جماعة، طبعا زي ما انتوا شايفين الكلبة لحد هذه اللحظة والله واخدة فوق 20 سنتي مخدر، ولسه برضو فيها اللي هي ايه بتعافر. ليه؟ لان طبعا الله اكبر، ربنا يحميها يا رب ويقومها بالسلامة. كلبة مستوى يعني جسمها حلو، وطبعا برضو العمليه برضو رخمه. وطبعا بنناشد برضو يا جماعه، مش اي حد يعمل عمليه. بس شكرا. غرزه جنب غرزه كده يا جماعه، وبتطهر طبعا الجرح من جوه بتدين كويس. تمام كده يا جماعة، برضو هكمل بيت خياطة وارجع لكم برضو من تاني. طبعا يا جماعة احنا خلصنا اهو، الحمد لله بفضل ربنا الجرح زي ما انتم شايفين يا جماعة، الحمد لله اتساوى اهو، بننضف بقى. ربنا يبارك لصاحبها يا رب،
ودعواتكم معانا بقى اللي هي بإذنك يا رب تقوم بالسلامة. زي ما انتم شايفين الجرح والحمد لله بفضل ربنا نضيف، مفيش أي مشكلة زي ما انتم شايفين كده يا جماعة اهو. بتطهروا بقى بتدين كتير تمام، وتطهر حواليه كويس وتصفي كده بحيث ما يبقاش في اي هوا، ما يبقاش ما يعملش كلاكيع ولا اي حاجه تحت الايه الجلد تمام كده يا جماعه اهو. بنصفي بنكبس الخياطه كده كويس بعد ما خيطنا الحمد لله بفضل ربنا، الدنيا جميله اهي يا جماعه. طبعا يا جماعه كده هنربط بقى الجرح الحمد لله بفضل ربنا بعد ما هو بقى طهرنا تمام اهو. هنحط شويه بتادين زي ما احنا عملنا كده تاني، بنطهر دي حته قطنه كويسه تمام بحيث اللي هي تحمي الجرح تمام كده يا جماعه. ونكبس جامد كده بس بقى عيب بس 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 انا عارف اللي انت عايزه تقومي تاكليني بس انت وقعت تحت ايد ابو مصطفى، يعني تحمدي ربنا لو كنت وقعت تحت ايد حد من اي حد من الجهلاء كانوا افتكروها خراج. الحمد لله بفضل ربنا. طبعا بقى الكلبة طبعا في الوقت ده بتبقى محتاجة بقى علاج مضادات حيوية وحاجات مضادة للالتهابات ومش عارف ايه، الكلام ده برضه هنقوله لكم في فيديو ان شاء الله وامر تاني. ده شاش قطن كويس جدا بتعصر الجرح بس ما بتربطش على العصرة، يعني بتعصر وما بتربطش على العصر تمام كده يا جماعة اهو. يعني بتعبط بتعصر الجرح بس ما بتربطش على العصر بتاع الايه اللي انت عملتها بس بقى عيب. هي الحمد لله بفضل ربنا ابتدت تفوق اهي الحمد لله على السلامة. انا مش عارف اسمها ايه اصلا، مص فيه تمام كده يا جماعة. بس بقى عيب بقى عادي بس بقى عادي. هنربط بس وامشي، هنربط بس وقومي زي ما انت عايز. يلا شاطر هنربط بس الرابط دي واعمل اللي انت عايزاه بعد كده. بس بقى عادي بقى خلاص، فاضل لك رابطه واحده واعمل اللي انت عايزاه. طبعا مضادات حيويه يا جماعه ومضادات التهاب وحاجات زي كده، وتغير على الجرح ده يا جماعه كل يوم مره، كل يوم مرة تغير على الجرح تمام كده يا جماعة. طبعا بقى الحمد لله بفضل ربنا الدنيا راقت، وزي ما انتم شايفين ادي الكيس الدهني اللي احنا طلعناه من الكلبة، الكيس كله كامل زي ما انتم شايفين كده يا جماعة اهو. اللي كان هنا الحمد لله بفضل ربنا اللي بيفهم بيريح وثقة في الله نجاح تمام، لاني الواحد ماشي بضمير سالك وبوش واحد والحمد لله بفضل ربنا. الناس اللي بتشكك فينا ادي الكيس الدهني، وتحدى حد يطلعه كامل مكمل كده زي ما انتم شايفينه كده يا جماعه. الحمد لله بفضل ربنا دي ثقه في النفس. تحياتي لجميع مربين الكلاب وغات الكلاب في مصر والوطن العربي، تحياتي للجميع واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش يا جماعه تشيروا الفيديو ده على قد ما تقدروا، وفي الجروبات والواتساب والفيسبوك والتويتر اي حد عنده اي حاجه شاير الفيديو ده كتير كتير كتير. تحياتي للجميع واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.